العملية كانت تهدف لإشاعة الفوضى والرعب أثناء مخاطبة الإمام الصادق المهدي لإفشال الحشد الكبير الذي نظمه حزب الأمة وأثبت به قدرات تنظيمية لافتة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض القوى التي فشلت في جمع عضويتها في مناشطها السياسية وفق مخطط 100 يوم. وشدد مدير إدارة الإعلام بالجهاز أن جهاز الأمن سيظل راصدا ومتابعا لكل العناصر المخربة والساعية لإشاعة العنف في الممارسة السياسية، معربا عن أسفه لاتجاه تحالف المعارضة لمثل هذه الأساليب التي وصفها بالجبانة والدخيلة على الوسط السياسي المتسامح بالسودان، مؤكدا أن الجهاز والسلطات الأخرى المختصة ستستمر في تأمين الندوات السياسية مقللا من تأثير الحادثة أو دفعها الدولة للتراجع عن إشاعة الحريات السياسية، محذرا من تكرار سيناريو التخريب المادي والمعنوي لنشاط الأحزاب السياسية بالبلاد.